السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو ترسيب الدهون حوالين الجفون. بعض الناس بتيجي تشتكي ان في لون اصفر مترسب حوالين الجلد بتاع الجفن، وبيبقى شكله مضايقهم جدا. في الحقيقة ترسب الدهون حوالين الجفون قد يكون مصاحب لارتفاع نسبة الدهون في الدم، ولذلك مهم جدا ان احنا نطمن ان الدهون في الدم نسبتها في الحدود الآمنة ومش عالية، خاصة الكوليسترول والدهون الثلاثية. بعد ما نطمن ان نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية كويسة، بنتعامل معها بالإزالة جراحيا او الإزالة عن طريق الليزر. دمتم آمنين وعلى صحتكم مطمئنين. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير وتفعيل الجرس عشان يصلكم كل جديد ومفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.